حطتنا الثالثة النهاردة في زي النجوم هتكون في مصر مع شوكة والتوبة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. إن شاء الله. شوكة، عايز أسألك سؤال، معرفش أنت قبل حتى ما تقف على الستيج، بيرجع لإيه إنه حتى النجوم الكبار بيرجعوا يغنوا تاني لعبد الحليم؟ مش بس الأصوات الشابة اللي محتاجة فرصة، لا كمان الكبار بيغنوا له. لانه طبعا الفنان عبد الحليم حافظ اتعامل مع كبار الملحنين والمؤلفين، فقدر يوصل لتوليفه من احسن الكلمات واحسن الالحان، وقدر يوصل لقلوب الناس باحساسه، ودي اهم حاجه. فاي مطرب بيتمنى انه يوصل لقلوب الناس بيغني لعبد الحليم حافظ، بياخد الدخله من عند عبد الحليم حافظ. اكيد طبعا. اكيد اكيد. شوكة، يعني انا عايز اعرف منك، محضر نفسك ازاي؟ ده اختبار برضو صعب طبعا. العندليب وانت موهبه جديده ومحتاجه فرصه، وفي نفس الوقت محتاجه احساس قوي. اكيد. محضر نفسك ازاي؟ والله محضر نفسي بان انا بعيش عبد الحليم حافظ، ما بحاولش ان انا اقلده، بدخل في عبد الحليم حافظ. انا شايف نفسي عبد الحليم حافظ. في الحياه عامه ولا من اول ما عرفت ان انت اتقبلت في زي النجوم؟ لا والله في الحياه عامه. في الحياه. Yeah. ده هو مسيطر على احساسك. لا خالص خالص خالص. بتمنى لك التوفيق يا رب النهارده، والتوبه دي يعني مين فينا ما بيقولهاش وبيغنيها حتى بينه وبين نفسه. بتمنى لك التوفيق طبعًا. ونشوفك على طول العندليب. ميرسي جدا. شكرا لك. جود لك يا شباب. من مصر، وانا كل ما اقول التوبة.